السلام عليكم شلونكم شباب، ان شاء الله بخيركم. على بعض قادر اقول لكم حلقه جديده اليوم جاي بكم حلقه كنا خلينا شوي نسولف بيها على بعض الشغلات اللي تصير بالقناه وعلى بعض التغيرات اللي صارت عند اليوتيوبريه. انا ما ادخل بغير اليوتيوبريه خصوصا العراقيين، لان اذا تحكي خلاص قبل اكرم مضغوط ما اعرف شنو على وش ايش اسمه. انا بالنسبه لي اشوف الكانسر يعني صدق ما ادري شلون جان هذا الموضوع، ما اعرف شلون، بس الموضوع اللي يدحكي بيه قبل ما ادخل الموضوع الثاني اللي هو الكانسر، الموضوع الرئيسي اللي يدحكي بيه هو التعليقات مال تكتري تعليق اللهم ارحم جسد امي من النار، ادري داخل جامع انت، داخل بيت الله الحرام، داخل انت ودا تدعي امك رزموها على الحدود باكستان، ادري شنو جاي تدعي بالدع واللي كتب لك اللي قلت لك كاتبين جوا اللهم ارحم امي جسد امي من النار وما اعرف ادري شنو السالفه. سال مين؟ سال انت اقول لك طابت شو اسمه قناه، ما طاب جامع، ما طابت شو اسمه حس يعني شويه حس ويجي هذا الاخ يكتب لي تعليق ابو عطوان معك المحلل والكاتب وال ادري سال مين سالمين جايب لي شخصيه وغير يعني وعلى الكاتب والمحلل والما اعرف شنو والسابق واللاحق والقادم والمتقاعد والمتقاعد واليعمل حاليا جرابد ما اعرف صراحه ليش طويله راح اخليكم صوره ما افهم. سالمين يعني شنو الموضوع، شنو القصه، شنو القصه. انا كتبت له معك ابو عطوان خريج طب سابقا ويوتيوبر ومقدم العاب حاليا لم يضحك سالمين. زين اكو شغله الاخ اكو بعض التعليقات مال اذا يكرهني خلي لك، ادري انت مين وكاتل الحمزة، ليش اللي يكرهك يعني الا شو مسوي انت حتى يكرهك يعني، حتى اللي كتل الحمزة الله يرحمه همين بلال الحبشي مو البلبل بلال وبعدين صار مسلم الرجل والله يغفر ذنوبنا اجمعين، بس يعني اللي يكرهني لا ادري هو فعلا اللي يكرهوك بس بال تدبره، واللي يكرهني يخلي لك هي ترى حلوه يعني اللي يكرهني يخلي لك اي شلون يعني ما دافتين هو فعلا احنا نكره اللي يخلي هاي مال اللي يجدي لايكات يا لايكات ما حلوه هاي ترى السالفه ابد يعني اكتب لك تعليق مرتب يجوك لايكات بس مال الجدي هاي حلفه ثقيله يعني ثقيله. زين اكو شغله اكو بعض كم واحد كاتب بالتعليقات همين خلا ها موضوع الاول ايست منه غرق بالماء يعني بعد ما انت امسته هواي بالحشي اعذروني لان حامي وصاعد الدرجه فوق يعني كلش زين. واما الشغله اللي تحكي بها الثانيه هي موضوع الكانسر، دا ينجح الكانسر بشكل كبير يعني ما ادري ليش، وصراحة دا أفكر إنه يمكن إذا هيك الكانسر حلو بحيث تجيب لك سكينة تحميها على الجداحة وتقص بها دماغ إنسان اللي هو بالأساس جيلاتين اللي هو حتى لو بدون نار هم يقصها ها بعد ها وإيه يعني بصراحة ما قصر هو عنده يوتيوبر اثنين ننتقدوهم وأنا الثالث يعني ما بيعش يعني فخلوا يجون أنا تقلد بس لا إذا طرأي يعني يعني وفقاها يعني دا يطق المشاهدات بملايين. سالمين اليوم حلقه سميها سالمين يعني شنو الموضوع ها شنو اليوم انا مستهتر يعني اقلب قناتي كانسر. شباب اعلنت اليوم راح اقلب قناتي كانسر. لا يا ابو عطوان لا تنزل كانسر. انت منو؟ انا ضميرك. وليش ضمير اقرع؟ بس عشان استعدك شعر. اوكي وش رايد؟ جاي نصحك واقول لك لا تنزل كانسر، لا تصير مثل الباقيين، انت افضل من انه يصير هيك وياك. ليش؟ محتواك رائع، ليش تصير انت هيك؟ طز بكل اللي يريد يحبطك، طز بكل اللي ما يريد لك الخير، طز بالمشاهدات. مشاهدات؟ اطلع برا لك، اطلع برا لك! قاعدني على الرنقات، هي اطلع! مو صوتك صوتياني، اف عليك يا والله. انا درست هيك فيديوهات. عيد انزل هيك فيديوهات؟ مثل واحد ما يذكر اسمه جاي يقعد يباوع على فيديو اوه هذا الفيديو حيل مؤثر اي يابا المدحش على اخلاق الولد يعني العين وراسي بس اقصد يعني المحتوى اللي قدمه الله المحتوى جميل هاي قصه معبره يا اخواني يعني ما تقدر تاكل لفه بعدين يروح التصوير اللي تاكله قدام التصوير مثلا يعني سالمين الكانسر بحد ذاته
اللي يقدم لك محتوى على اليوتيوب المفروض يكون اللي قدمه فتشي اما ترفيهي مضحك او يقدم فكره او هدف. بس هو الفيديو اصلا موجود على اليوتيوب يعني الناس تقدر تشوفه، فانت تعيده من جديد وتاكل لفه. ما راح اقول اسمه، تحياتنا له يعني على مدى انتقده، فحاولوا تكونون يعني وياه على كيفكم يعني. ادري حامين بس على كيفكم يعني. اذا بهذا الوقت اذا تنتقد واحد ما اعرف يعني، اذا تقول هذا شخص ما يجي هيك منك ومن اهلك ومن كذا ومن كذا، هذا تاج راسك. ادري اني بس قلت يعني ماذا يعجبني يعني، ماذا احكي عليه، بس ده ما يعجبني. اليوم انا طاقع الديفيوزين، فاعذروني على حركات اللي اسويها، اعذروني لان انا مستغرب هذا الفيديو حخليه ولا ما اعرف. حامي ومدى اعرف شو احكي. عندي ولا صديقي، عندي ولا صديق اسمه الهندي، ما اعرف اذا تعرفونه، هاي القناة مالته. معلان والله العظيم الفيديو معلان، ولا صديقي يعني اخوي يعني لا فلوس مطيني ولا شيء، لا والله اصلا انا اعلانات خليها ساكتة. المهم معلان والله، بس هذا ولا صديقي. المحتوى مالته كلش رائع، محتوى مالته اما مضحك او يعني هو مضحك كوميدي ولا شيء، بس اقصد يعني المحتوى مالته حلو، يقدم لك فكره، يقدم لك فد شيء باسلوب جميل. حتى عند اخر حلقه اسمها تشك شكاية اليوم شفتها وحل ضحكت صراحه، فرابط مالته بالوصف. اتمنى تدخلون تطوي لايكات وسبسكرايب، اتمنى تدعموا شباب لان والله المحتوى مالته جدا جميل، واتمنى تساعدوا شباب بهالموضوع. ف هيج قرات احسها مظلومه مقارنه بباقي القنوات والله العظيم، يعني مو لان صديقي، اكو اكيد عندكم انتم هواي قنوات مظلومه وبعضكم يحس انه هي مظلومه بس هي فعلا تستاهل عشان زينين يعني. بس ده احش يعني جايب لي فيديو واحد دز لي فيديو بالستيم، شغلت الفيديو مالته، الفيديو يقول لي شنو هيك بيع بعض، وانا ما اعرف شو اكتب له، شو اكتب لك؟ اشغل الفيديو يقطع، اشغل الفيديو ده يقطع، عبالك قاعد اشوف 14 فريم 12 فريم بالثانية. سالمين هذا اللي يشوفه لازم يسرع بنسبة 10% لا 30% زايد حتى الفيديو يصير طبيعي شوية. سالمين طاق مصور بتليفون نوكيا يعني باندا ولا شنو؟ شو رهمت هذا الفيديو مالتك حبيبي؟ اقول لك بهالفيديو مو زين، وجهة نظري، وتسبله تغلط اقبل بها الله يخليك. خفوا علينا، خفوا علينا. باكر انزل لكم فيديو وانا راح افلش اكبر شيء يعني بصراحه عدي، راح افلشه وحتشوفون. انزل لكم فيديو باكر شلون دمر هذا الشيء، حتى مو كانسر، لا الفيديو حقيقي راح تشوفونه بعينكم، راح ادمره وخل اشوف عايز ما تطول مشاهدات عاليه، عاي اطلق عطوان، اطلق عطوان اقصد اطلقوا بعطوان اذا ما جبتوا عليه مشاهدات، لا كذا ما طلقت تنقلب الدنيا، بس اقصد يعني ازعل زي واحد يقول لي وزعلتهم. المهم بس حبيت انزل فشي لان ضايج وما اعرف ايش احكي صراحه، بس هذا الموضوع يعني ان شاء الله بعجلكم الحلقه، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم علي ابو عطوان وضمير انقلع، ما ادري الحين زين نسوي. المهم من قناه دراجون ايراك، مع السلامه، باي. طبعا لا تنسى مراجعه اخر 4 مقاطع.